الجزء الخامس عشر من الفلويد والالكترولايت respiratory alkalosis respiratory defect في CO2. ما هو هذا الديفكت؟ الكالوسيس. اذا ال pH مرتفعة اذا CO2 قليل، فهو deficit in CO2 that dissolved water so that decrease in H2CO3. ممكن تفسيرها بطريقة مختلفة. الكالوسيس هو ارتفاع في ال pH اكثر من 7.45، وارتفاع ال pH له سببين، اما نقصان ال CO2 اقل من 38 واما ارتفاع في البيكربونات. كونه respiratory اذا هو انخفاض في CO2، ينخفض الـ CO2 وبالتالي الـ H2CO3 نتيجة hyperventilation, hypoxemia, extreme anxiety, hepatic insufficiency, inappropriate ventilator setting. مريض محطوط على جهاز تنفس اصطناعي ورفعنا له كمية respiratory اللي بنعطيها، فبالتالي بنعمل washing out the respiratory للـ CO2 وبالتالي بقل قيمة الـ CO2. Salicylate intoxication تسمم بمادة الساليسيليت وهي مادة تدخل في صناعة الأسبرين. Gram negative bacteremia كلها هي أسباب تؤدي إلى respiratory alkalosis. من أهم الأسباب الإكستريم أنكزيتي والتوتر الشديد والقلق الذي يؤدي إلى زيادة سرعة التنفس وبالتالي respiratory alkalosis. Clinical manifestation lightheadedness, inability to concentrate, numbness, tingling due to low calcium, tinnitus and loss of consciousness, tachycardia, ventricular and atrial dysrhythmias. Medical management, treatment of underlying cause. المريض إذا كان في عنده extreme anxiety متوتر ونفسه سريع، tell the patient or instruct him to breathe slowly. Please be quiet. اهدى. ممكن تلاقي مريض في الشارع متوتر ونفسه متسارع وباهر عليه علامات respiratory alkalosis. Tell him to breathe slowly. اهدى. كل شيء الأمور بتصير كويسة. And you may give him باك كيس صغير هيك يتنفس فيه بحيث انه يطلع CO2 ورود ياخذ CO2 مره ثانيه عشان ترفع له قيمه CO2 في جسمه، بنسميه ري بريذنج. في المستشفيات بنعطيه ماسك، بنسمي هذا الماسك ري بريذنج ماسك، بحيث انه ندخل CO2 في الماسك لما يعمل اكسهليشن ورود ياخذ CO2 مره ثانيه. ايضا ممكن نعطي المريض سيديشن تو ريليف هايبر فنتيليشن ان فيري انكشس بيشنت. بناء على كل هالديستربنسز اللي حكيناها في الاجزاء السابقه، ممكن نطلع بعده نيرسينج دايجنوستس. فلويد فوليوم اكسس، فلويد فوليوم ديفيسيت، ريسك فور فلويد فوليوم اكسس اند ديفيسيت، امبيرمنت ان غاز اكستريم، ديكريز كارديك اوتبوت، نوليدج ديفيسيت، ان افكتيف بريذنج باترن، انكزايتي، الترد ثوت بروسيس، ريسك فور انجري، الترد اورال mucous membrane. كل هاي nursing diagnosis you have to go back to the PAC to read all of these nursing diagnosis. Based on nursing diagnosis you have to read the appropriate nursing intervention. فمطلوب منكم to go back to the PAC medical surgical nursing PAC وتقرأوا nursing process related to the impairment in the fluid and electrolyte.